بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على الحصر السريع في برنامج النفس وركس. البرنامج النفس وركس بيديني بعض الامكانيات الحلوه الجميله، زي ان انا اعمل كلاش ديتكتيف، ان انا اكتشف المشاكل، وبيديني تايم لينير ان انا اضيف بعض الزمن للعناصر بحيث ان انا ابدا اشوفها بتتكون ازاي في الزمن. وهتلاقي اسفل الفيديو ده شرح للموضوع دوت. بلاقي موضوع الحصر في طرق ان انا اعمل حصر بطريقه سريعه. طبعا هو دلوقتي مش اكتف لان انا لازم افتح مشروع، فبفتح بلي بتعامل مع امتدادات كتير قوي، اهمها ال NWC ده اللي بيخرج من البرنامج اللي انا شغال عليه، سواء انا شغال على الريفت او الاركيكاد او الراينو او السكتش اب او سوليد وورك. اشغل مثلا بعد كده لما ابدا اضيف عليه بعض العمليات بسيف NWF، ده بيبقى متجمع فيه ال NWC. وبعد كده NWD ده documentation، يعني بعد ما خلصت المشروع خالص بعمل نسخة NWD عندي احتياطي، فبقول له NWF واختار مشروع يعني بدون ذكر اسامي، يعني اللي هو السكايز هوسبيتال. فهو بيبدأ يفتح معايا، بتلاحظ ان هو خفيف يعني ما بياخدش وقت في الفتح. اجي هنا بقول له انا عايز المشروع دوت دراج اند دروب اوتوماتيك، ما بيشتغلش. ليه ما بيشتغلش؟ لان لسه ما عملش اعدادات. فبقول له بروجكت سيت اب، وبقول له قدام عندي نانو وعندي CSI 16، ده بيبقى جداول جاهزه، CSI 48. هقول له انا عايز نان، انا عايزه فاضي خالص وانا هبدا اظبطه. بيقول لي اشغل امبريال ولا متريك؟ هقول له متريك. تمام. وبعد كده نيكست نيكست. طيب دلوقتي بقى هقول له هنا انا عايز احصر دوت دراج اند دروب، بيعمل لي حصر لكل عناصر المشروع في تقريبا 3-4 ثواني. باجي ابص كده بلاقي اهي العنصر هوت ومديني بعض الخصائص بتاعته. تمام. في عناصر ممكن ما تكونش هتتحسر من خلال اللينس، لا هي من خلال الويتس والسيكنس. تمام. حاجه مثلا سمك حاجه بتاع، فكل حاجه بيبقى ليها الحصر بتاعها. تمام. فانا عايز اقدر ادخل اظبط في الحاجات ديت، يعني الابواب اكيد هتحسر بعددها. تمام. حسب النوع بتاعها. طيب انا عايز ادخل مثلا اظبط في الوول، مثلا بدخل هنا انا هنا في كوانتيفيكيشن ورك بوك، اقول له انا عايز ايتم كاتيجوري. تمام. ابدا اشوف مثلا الوول ازاي ابدا اظبط الريسورس بتاعي، اقول له انا يوز ريسورس يوز نيو ماستر ريسورس، لان مفيش حاجه فعلا حقيقيه. طيب هنا ببدا اديله الاسم مثلا، وليكن مثلا اي اسم وول مثلا. تمام. بيقول لي انت عايز تحصر باللينس ولا بالويتس ولا بالسيكنس ولا بالاريا. ممكن تكون انت تحصر مثلا باللينس، بس عايز تضرب في فاكتور معين بحيث ان فيها لك بالنسبه لك، فهتضرب مثلا في 1.1. تمام. السيكنس ممكن تكون عايز تضربه في الويتس مثلا، فتقول له اضرب لي الموديل سيكنس في الموديل ويتس. العدد ممكن عايز تضربه في رقم معين، او تضربه في الطول، او تضربه في اي حاجه، دي حاجه براحتك. يعني مثلا انا عندي 10 حوائط وكل حائط فيهم 10 متر، فهضرب له كاونت في الطول بتاعها. تمام. في الاخر بحدد بقى انا عايز ايه البريمري كوانتيتي اللي انا اشتغل عليه، هقول له مثلا يساوي اريا. طيب الاريا دي الوحده القياس بتاعتها ايه؟ الاريا سكوير متر، هقول له سكوير متر يوز ان ايتم. تمام. طيب لو انا عايز انسخها دي هقول له كوبي وروح للحاجه اللي بعدها اقول له بيست. احنا اتفقنا احنا عايزين نحصر بسرعه، فهي دي هتلاقيها سريعه. طيب في الاخر هاجي هنا كوانتيفيكيشن ورك بوك، واجي هنا بص الاقي البرامج اتحسبت اهيت. ممكن تضربها في الكاونت، ممكن تضربها في الويت زي ما انت عايز. ايوه اي رقم عايز تغيره بتيجي هنا وتقول له غير الفاكشن دي مثلا، اضرب الاريا دي مثلا في 1.2 مثلا، او اضربها لي في الويت، او اضربها لي في الكاونت زي ما انت عايز. دي انت بتعمل معادلات، في الاخر بتلاقي الحصر كله جاهز معاك، تقدر تصدره وتقدر تشتغل بيه. زي ما انت شفت في ثواني تقدر تعمل حصر مشروع كبير جدا. طيب وانا شغال دلوقتي حصل تعديلات، فانا عايز اعرف ايه اللي اتعدل، فبقول له اعمل ريلود لاخر التعديلات. وبعد كده باجي هنا اقول له شينج انالايز، اعمل لي انالايز شينج، فبيعمل لي تحليل للتغيرات اللي حصلت، واي حاجه اتغيرت بيجيبها لي ويقول لي القيمه القديمه كانت كام والجديده كانت كام، فانت تعرف ايه اللي اتغير واتغير قد ايه، وانت موافق على التعديل ده.